تقريبا اتضررنا تقريبا من الحرب تقريبا 100% الضرر يعني بسبب الحرب، وهو موسم رئيسي يعني كان اللي بدأت فيه الحرب من 7 اكتوبر هو موسم البندورة الاصلي يعني في منطقة غزة بالذات. الموسم البندورة كله ضرب يعني، راحت الشجرة كلها هيت يعني، ما نقدرش لا نستصلح منها اي شيء، الموسم كله ضرب. كانت يعني المنطقة هذه منطقة عسكرية مغلقة، ما حدش يقدر يوصلها. ولما رجعنا عليها لقينا المزروعات تالفة كلها يعني، تقريبا تالفة بالكامل. والخوف يعني الواحد بيقدرش يوصل لمنطقة عسكرية مغلقة لأنها قعدت 50 يوم لا سقاية ولا رش ولا اعتناء. هذا الشجرة بدها اعتناء يوميا، بشكل يومي بدها اعتناء. البندورة هي أساس وحيد، هي أقدر أعيش منها يعني، هي اللي بشتري منها، أنا بصرف منها كل وأنا وكل عيلتي. أنا ورايا بيجي 10 أنفار يعني، بس أطلع بصرف منها، هي الأساس الرزق إلي في الموسم كله هيته، هي الوحيد اللي بترزق منها يعني طول السنة، هي اللي بتعيشني طول السنة. الحين هيك تسببت علي ديون كثيرة ولا حقدر أعيش من غير البندورة يعني، هيك اتدمرت على آخر، ما فيش ولا في حاجة نعيش من وراها إلا الزراعة.